الهدف الأساسي لبيت عمل حقوق الإنسان هو نشر المعرفة والتوعية حول مواضيع حقوق الإنسان ودعم حملات المناصرة لحقوق الإنسان في بلبنان والعالم العربي. وهذا الموضوع بيتم بشكل أساسي عن طريق الدورات المتخصصة اللي بينظمها بيت عمل لحقوق الإنسان، ولا سيما حول موضوع قانون الدول الإنساني وقانون اللجوء في لبنان والعالم العربي. خلال السنوات الماضية استهدف بيت عمل لحقوق الإنسان أكثر من 800 ناشط ومحامٍ من لبنان والعالم العربي.